ياسي الباجي، انت حكومه تونس 10 شهور بلا قيد ولا رقيب ولا حسيب، وعملت اللي حبيت، وانت موكش قابل الا هي ثوره، والثوره موجوده ولتو قايمه وماسكه الشارع، والحكومه ما نجمش تقدم لا معاك ولا مع النهضه قيد انملا في افساد الثوره. الثوره قائمه ومازالت قويه، واهل الرد الا انت القايد متاعهم، ولا انت جمعت الحثاله الفرنكوفونيه، ولميت ناس وغريت بهم كيما الغنوش يغر برشا ناس، ونيدا تونس وما نيدا تونس. افسدت الوضع المالي وافسدت الوضع الاداري، وما حاولتش باش تصلح القضاء، وما حاولتش باش تصلح الامن، وافسدت العلاقه بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومه، وافسدت كل شيء في تونس. اليوم تعمل في حزب وتدعو في الناس، شنو اللي مازلت ما فسدتوش تحب تكمل الفسدو؟ وانت في عقب عمرك خمم. انا راني وقت نقول لك في الكلام هذا، انا نعمل في الملف اللي مش نقبل به ربي، نحب نكون معاك. حاول انت باش تنظف الملف متاعك، باش نهار توقف قدام ربي ما تلقاش فيه برشا وسخ. الله يهديك ياسي الباجي ان كنت مؤمنا.